وللمزيد ايضا بينضم الينا هاتفيا الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده. اهلا بيك يا استاذ كمال، وكلمنا عن قيام الحوار الوطني بفتح ملف الحبس الاحتياطي وتوقيت يعني هذا الامر ازاي بيعكس الاراده السياسيه باستكمال ملف الاصلاح السياسي. تحياتي لحضرتك استاذه ريهام. اهلا بيك. وتحياتي للساده المشاهدين يا فندم. اولا احنا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه وهو يولي الحريات العامه في مصر اهميه كبرى، واحنا شفنا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان سنه 21 ثم قبلها الغاء قانون الطوارئ. النهارده كون ان يتم عقد جلسه استثنائيه خاصه بالاكاديميه الوطنيه عشان مناقشه الحزب الاحتياطي، ده بيعبر عن ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بموضوع الحبس الاحتياطي. نعم. النهارده يمكن كان في جلستين، جلسه حزب الرياده اللي هو احد اعضاء تحالف الاحزاب المصريه النهارده مقدم ورقه رؤيه عن الحبس الاحتياطي للمنسق العام للحوار الوطني للدكتور ضياء رشوان النهارده. يمكن انا النهارده من خلال متابعتي لما تم في الجلسات اعتقد ان كل المجتمعين في الحوار اتفقوا دون اتفاق، يعني في موضوع الحبس اللي هي في موضوع الجنح الكل استقرت ان الاختلاف اللي بيقول عن الثالث تبقى 3 شهور واللي بيقول 4، موضوع الجنايات اللي قال بدل ما تبقى 18 في بعض الاراء قالت 9 وبعض الاراء قالت 6، موضوع اللي هي حالات الاعدام او المؤبد البعض قال، لكن كل اتفق في بعض المواد. بعتبر ان النهارده كل الحاضرين اتفقوا دون ان يتفقوا ان هناك راي عام تخفيض مدد الحبس الاحتياطي للثلاث انواع، ثم اتفق الجميع ايضا دون ان يتفقوا على ان في ماده انا عندي كان من ضمن المواد اللي تم مناقشتها النهارده في الجلستين، الجلسه اللي كانت من 4 لـ7 اللي كانت بتم اللي كان الحديث فيها عن مده الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، ثم الجلسه الثانيه اللي كانت من 4 لـ7 واستمرت للتاسعه مساء اللي هي كان فيها تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي، التدابير المصاحبه للحبس الاحتياطي، الكل الجميع النهارده اعتقد ان خرجوا الكل اتفق ان لازم يبقى في تخفيض للمراحل الثلاثه، سواء للجنح، سواء للجنايات، سواء للاعدام او المؤبد، ولكن الكل اتفق على ان هناك عندي ماده من المواد اللي خاصه بالحبس الاحتياطي اللي هي الماده 143 اللي هي بالنسبه لحالات الاعدام او حالات اللي هو المؤبد اللي هي كانت بتقول لها مده والمدد مفتوحه، فطلبوا الغاء كلمه المدد المفتوحه وان تحدد لها مده زمنيه معينه. النهارده ايضا الكل اتفق انه يجب ان يكون هناك تعويض، عمليه التعويض، ولكن لم يتم الاتفاق على قيمه التعويض، لكن الغالبيه كل الحضور اللي هم سواء الاحزاب السياسيه او القوى المدنيه او اصحاب الفكر او الراي اللي كانوا حاضرين اتفقوا ايضا دون ان يتفقوا ان يجب ان يكون هناك تعويض ملائم لمن لان احنا عايزين مدد الحبس الاحتياطي في الفترات السابقه احنا كانت مده كنا بنشوف 6 شهور للجنحه، 18 شهر للجنايات، فعشان كده بقول النهارده ان كان جلسه مثمره الكل اتفق. يعني انا لما ابص للورقه اللي مقدمها حزب الرياده النهارده اعتقد ان فيها تقارب لكل ما قيل في جلسات سواء للاحزاب سواء للقوى المدنيه سواء لكل المشاركين، كلنا بنتفق على هدف واحد. نعم. وهو ان احنا تقلل مده الحبس الاحتياطي. نعم. وكون ان يتم لها عقد جلسه استثنائيه. نعم. ده يؤكد اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف اهتمام كبير. والمهم فعلا انه الكل يكون ممثل ويستمع لكل الاراء المختلفة. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياضة، شكرا ليك.